حتى يغيروا. وصلنا مع بعض لآخر الدقائق. بدأنا من واقع اتفقنا أن نتقبله كما راه ونعرفوه مليح ونعرفو أنفسنا قبل ما نبدأ في محاولة تغييره أو في تغيير أنفسنا ليتغير الواقع. بعدها سافرنا للمستقبل وكل واحد حط هدف ومعه كمية كبيرة من الأمل والرغبة في تحقيق. وحتى اللي مازال ما بانلوش مليح وش يعمل أكيد استفاد معانا وراح يجي يوم راح تبانلو كي الشمس. بعد رجعنا إلى الواقع وركبنا مركبة التغيير الممنهج وحطينا خطة للانتقال. وكحال الدنيا أكيد فيه بعض المعوقات، فتعلمنا مع بعض كيف نتعامل معها. وفي الأخير تكلمنا عن الأولويات، حتى لو هدفك مليح وراح يخلي بصمة ما ينفعش يطغى على بقية جوانب حياتك. وفي الختام حبيت نفكرك كصديق أنك لست عبدا لأهدافك. اليوم أنت عندك اهتمامات وأفكار وطموحات، ممكن بعد عام عامين مع كثرة التعلم والتجارب اللي معول عليك تخوضها يبان لك هدف آخر تماما، أو تضطر تغير في الخطة نهائيا، أو تظهر فرص جديدة، أو تجيك ظروف ما كانتش في الحساب. خليك مرن. الإنسان صحيح يخطط يسعى يحاول، لكن دايما لازم يحط في باله أنه الخيرة فيما اختاره الله. مادام الواحد يتعب ربي سبحانه أو راح يكافئه. ممكن يعطيك وش كنت حاب بعد، ممكن يأخرها عليك شوية، ممكن يعطيك حاجة خلاف تماما لأنه يحبك وبعلمه اللامحدود يختار لك ما يصلحك في الدنيا وفي الآخرة. لكن في الآخر تأكد أنه لكل مجتهد نصيب، مادام تتعب راح تلقى، أنت عليك السعي والباقي على ربي سبحانه. نقطة أخرى، ما تضغطش على روحك كثير. في الأخير الواحد لو خرج من الدنيا وهو مصلي صلاته ما وماخذ حق حتى واحد، عنده أمانة في العمل ولقمته حلال، يمشي مع الحق ويستنكر المنكر ولو بقلبه، فهذا إنجاز كبير كبير بزاف. حتى لو مت وما عندك إنجاز كبير يتكلم عليه الناس، يكفيك شرفا أنك تموت موحد ومؤدي حق ربي وعباده. سيدنا بلال شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الجنة، قال له بما سبقتنا يا بلال؟ فقال له يا رسول الله كل ما ينتقض وضوئي نتوضأ ونصلي ركعتين. قال له فبهذه. فالمهم ما تنشغل بالهدف الصغير وتنسى أنه في الأخير أخرتها موت، وينقسم الناس لفريقين، فريق في الجنة وفريق في النار. والفلاح الحقيقي والهدف الأكبر أنك تكون من أهل الجنة، لأنه لا قيمة لأي نجاح لو خلاك تخسر آخرتك. ولكن هذا مش معناه أنه خلاص نتفرغ للعبادة والاعتكاف وننسى مفهوم الاستخلاف وأنه لازم يكون عندي هدف. فهنا فقط قاعدين نعمله في التوازن حتى تحط نفسك دائما في الصورة الكبيرة، ما تسرقك الحياة بمتعها وتفاصيلها وحتى أعبائها وتنسى الغاية من خلقك. وحط في بالك مليح بلي مش كنت اللي راح تغير العالم، غير نفسك صح، زكيها، اعمل عليها، حاول تطلع منها اقصى وش عندك، بحيث ما يعدي يوم الا وتعلمت حاجه، قريت معلومه، اديت حق ربي، عاونت واحد، وعملت انجاز صغير تفرح به في اخر اليوم. فسهله جدا انك تلعب دور الضحيه وتنتقد كل شيء الا نفسك، تشوف غير البرة. صحيح ربما ما عندكش دور في اللي راك فيه الان، بصح مسؤوليتك انك تخرج منه. الشكوى والتذمر ما جابت لنا والو، صدقني كاين بزاف حوايج ملاح الداخل محتاجين برك واحد يحوس عليهم ويقرر يخوض رحلة التغيير الداخلي. الآن عندك في يدك منهج واضح لتحقيق أي هدف في حياتك في أي مجال، هدف صغير ولا كبير، سواء اخترته الآن أو راح يظهر لك في المستقبل. فأنا اللي عليا أظن عملته في حدود علمي وإمكانياتي، والآن لازم نسلم لك المشعل. ما تصورش قد ما نفرح لو جيني رسالة منك بعد مدة أنك حولت هذا الكلام إلى الواقع وبديت تتغير وتغير، وأنا لو ساعدتك تغير قناعة واحدة فهذا إنجاز كبير عندي، فما بالك لو نشوفه إنجاز. ودايما نفكرك خليك أنت الأمل وفيها خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.